كاميرا المراقبة صورت الناس اللي حطت القنبلة في عربية يحيى. بابي قال للمباحث إن الكاميرا بايظة وما صورتش حاجة. الداخلية بتقول إنها عايزة تفرغ كاميرات المراقبة بتاعت الفيلا، قال لهم إنها بايظة. يحيى أنا مش مستريحة للي بيحصل ده، كده في حاجة غلط. تعرفي تقطعي فيديوهات على الفوتوشوب؟ أيوة طبعًا، هات الفيديو اللي أنت عايزني أعمله وأنا هقطعه لك. بابي! بابي! بس المعلومة دي خرجت من عندكم، محدش كان يعرف حاجة عن الفيديوهات دي غيرك أنت واللي شغال معاهم. ممدوح يعرف على مراته؟ تخيلي ده سوزي هتتجنن مش عارفه تعمل ايه. ممدوح ده ولا يسوى في سوق الرجاله. اديني رقم. هجيب لك طارق يا صاحبي، صدقني هاخد طارق. هات لي طاهر ده عقد الدنيا وخلى يحيى يشك ان في حد في الداخليه بيسرب معلومات. شك فيك؟ لا خالص، هو فاهم ان انا ماسك القضيه دي عشان خلاص معانا. يعني مش هينفع في اي يوم من الايام يطلب منك اي حاجه في قضيه يحيى، اي حاجه وتقول لا. الراجل ده عايزك تراقبه لي يا صالح. وش ودقن ولا اماكن محدده؟ يعني ايه؟ عدم المؤاخذه، انا قصدي اراقبه في كل الاماكن ولا اماكن محدده؟ انا ممكن اعرف لك كل حاجه عنه من ساعه ما ينزل من البيت الصبح لغايه ما يرجع بيته بالليل. يبقى وش ودقن يا صالح. بص بقى عشان تبقى فاهم انت بتعمل ايه. الراجل ده بيعط، بيلعب من ورا مراته، وانا عايز اعرف اذا كان بيروح في حته كده ولا كده، بيشوف مين، ولو عنده شقه في مكان تاني يا ريت اعرف عنوانها. كلامك اوامر يا مدام مهد. ولما توصل لاي حاجه تكلمني على طول في اي وقت. حلوه وشه ده حلو. تمام يا حسين، اعمل اللي قلت لك عليه وانا جاي لك دلوقتي. صباح الخير. طيب أهم حاجة التقرير يخلص النهاردة. يلا سلام. صباح الخير يا حياتي. دي قضية يحيى؟ قضية غريبة شوية. دي غلطتك، أنت اللي طلبت تمسك القضية دي من الأول. أنت ما شفتيش منظر يحيى في العزاء؟ إيه صعب عليكي؟ بعدين ده صاحبي. عارفة يعني إيه وقاعد مراته وابنه يموتوا وقدام عينيه؟ حاجة صعبة يعني. وأنت قلبك رهيف قوي، أنت هتقول لي. وبعدين بقى في هزارك الرخم ده على الصبح. اصلي مستغربه حكايه انه صعب عليك دي، من امتى يعني؟ سالت على بابا زي ما قلت لك. نسيت. نسيتي ولا طنشتي؟ بصراحه يا حازم انا عارفه اني لو كلمت باباك مامتك هتمسك وداني وتقرفني بكلام في موضوع الخلفه ده. قلت لك 100 مره ما تتكلميش عن امي كده، فاهمه ولا لا؟ على فكره انا ما اقصدش حاجه وحشه، كل الحكايه بس اني ما بحبش حد يتكلم معايا في الموضوع ده، بتخنق. انا قلت لها اصلا ما تتكلمش معاكي في الموضوع ده تاني. ماشي يا حازم، انا هكلم عمو واطمن عليه، على الاقل راجل ذوقه كلامه قليل. وايه مفيش صبح يعدي كده من غير كلام دبش في وش الواحد؟ انا نفسي اتصدق مش واكل. استنى، انا عايزه فلوس. عايزه كام؟ 20,000. بصراحه في ساعه عجباني وعاوزه اشتريها. ساعه يوم 20,000 جنيه بتعمل ايه الساعه دي ان شاء الله؟ امال انت فاكر اسعار الساعات كده ان شاء الله؟ ولا انت بقى عايزني البس ساعه اي كلام؟ لا انت تلبسها اي كلام، مش معقوله تلبس اي كلام. ناس تانيه تلبس اي كلام. استني اول الشهر وربنا يسهل. كنت عارفه ان انت هتقولي كده، عشان كده خدت فلوسها من بابي. وانت بقى ان شاء الله لما تبقى تقبض اول الشهر يبقى رجع له فلوسها، ده لو عايز. وانا كمان شبعت. ساعة 20,000 ليه؟ ايه ده؟ انت لسه ما كملتيش لبس ليه؟ اكمل لبس ليه اصلا؟ انت مش جايه معانا العزاء ولا ايه؟ معانا؟ ده على اساس ان انت رايح العزاء؟ طبعا يا غاده، ده واجب. وبعدين مش كفايه ان انا ما حضرتش الدفن اساسا؟ اشرف انت اخو جوزي، زعلان ان انت ما حضرتش دفن جار اخويا اللي انت تقريبا ما شفتوش في حياتك غير مره يعني؟ ادخل يا اشرف، ادخل ادخل واقفل الباب، ما تزهقناش والنبي، مش ناقصاك. اقفل الباب. حاضر. يا حبيبتي صدقيني، انت لو ما جيتيش محدش هيزعل، الناس كلهم عارفين ظروفنا. بابي انا لبست خلاص، وبعدين انا عايزه اشوف طنط سلمى. ايه ده؟ انت جيت برضو اشرف؟ مش انا قلت لك يا ابني ملوش لازمه؟ ده واجب يا يحيى، وبعدين عادل موصيني ان انا لازم اروح مكانه العزاء. عادل موصيه يروح العزاء عشان يعمل الواجب بداله، وهو قاعد في شغله مريح نفسه، وده بقى اللي رايح جاي. خلاص سيبيه على راحته يا غاده. اقعد يا اشرف اقعد. والله العظيم ما حد يعرفك هنا. اقعد اقعد، ما تصدعناش. طيب خلاص يا يحيى روح انت بقى، انا اصلا محدش يعرفني. اتفضل. اوكي.
يلا يا بوبي. يلا ايت. اضحك يا اشرف. انت عندك انستجرام؟ لا ما تاخدش في بالك ولا حاجه. شد حيلك يا استاذ عبد العليم. شد الله. متشكرين يا استاذ وسام. دكتوره سلمى عامله ايه دلوقتي؟ اكون عامله ايه يا ابني؟ كلنا في صدمه. انا عارف ان الوقت مش مناسب، بس حضرتك عارف برضو استاذ طاهر كان بالنسبه لي ايه؟ كنت بعتبره زي والدي بالظبط. خش في الكلام على طول من غير مقدمات. حضرتك عارف ان انا صحفي، وانا لما جالي الخبر فكرت فيه اكيد بشكل مختلف. يعني اللي حصل ليحيى نور الدين ده بالنسبه لي خبر مش مهم، خبر عادي، خصوصا يعني ان يحيى ظابط قديم وممكن يبقى حد عايز ينتقم منه ولا حاجه. بس لما بعدها على طول استاذ طاهر يتقتل بالطريقه دي وكان في اصرار على قتله، ده يخلينا نشك ان الحادثتين فيهم ارتباط ببعض. احنا ما نقدرش ناجل الكلام ده لبعد العزاء. انا عايز اعرف الحقيقه. حقيقتي يا ابني، انا راجل كبير والحياه علمتني حاجات كتير قوي. مش انت جاي تبيع لي كلمتين فانا هشتريهم يعني. دور على حد تاني تعمل معاه صفقة صحفي. سعيكم مشكور. مدام ناهد، سمعة شركتكم سباحة، يعني بنسبة كبيرة قوي ممكن المشروع يرسى عليكم، بس انتوا قدموا المناقصة بتاعتكم ما تقلقوش. احنا مش قلقانين، المشروع كبير واللجنة الفنية بتفضل ان يبقى فيه اكتر من شركة تشيل المشروع. عندك حق، بس انتوا مش هتخسروا حاجة لما تقدموا، وان شاء الله ترسى عليكم. ان شاء الله. انا عايزة المناقصة، وده طبعا بعد مساعدتك لينا. الكلام ده له معاني كتيرة. انا اصلا قعدتي معاكي دلوقتي غلط. انا شغال مع اللجنة الفنية اللي بتفحص المناقصات في الوزارة. انتي صاحبة شركة هتقدمي مناقصة قريب قوي. انتي فاهمة بقى؟ وانت يعني ما كنتش عارف الكلام ده وانا بكلمك في التليفون؟ يا راجل، ده انا قلت هتيجي وهتبقى جاهز بالرقم اللي انت عايزه. ما يصحش كده. باشمهندس ممدوح، واضح انك ما تعرفش ان انا ومراتك صحاب. اي نعم بنتقابل كل فين وفين وفي المناسبات، لكن مش ممكن هنسى اليوم اللي قضيته معاها في الساحل في الفيلا اللي اتجنن بتاعتكم. انت ما كنتش موجود على فكره، واليوم ده حتى عزمتني على فرح ابنكم، كنتوا عملتوه في الفور سيزونز يمكن يجنن. قول لي بقى، الوزاره بتديكم مرتب قد ايه علشان يكفي المصاريف دي كلها؟ انت عاوزه ايه؟ عايزه المناقصات اللي اتقدمت من الشركات كلها. ما ينفعش. ليه؟ المناقصات بتتبعت في مظاريف مقفوله. المظاريف المقفوله دي بتتفتح قصاد اللجنه يوم فتح المظاريف. لا يا شيخ. اه والله. تخيل ما كنتش اعرف الموضوع ده غير دلوقتي. ممدوح، انا عايزاك تفتح المظاريف وتصورها ترجع تقفلها تاني عادي كأن مفيش حاجه حصلت. لا مش عادي، ده خطر عليا. اطلبي مني اي حاجه تانيه،
ولا تحت رأي. وأنا مش عايزة غير الخدمة دي. أعذريني ما أقدرش. مصر أنت على لوي الدراع. وأنا ليه هلو دراعي بس. ومين قالك أني بتكلم عن دراعي؟ قولي أنت مراتك تعرف حاجة عن شقة المعادي؟ أنت بتراقبيني بقى؟ لا والله أبدا، ده كان صدفة. كنت معدية وشفتك نازل ومعاك واحدة كده 20-25 سنة بالكتير، صغيرة عليك قوي يا ممدوح، عيب كده. بص أنا مش جاية أخرب بيوت، أنا جاية وعارفة أنا بطلب من مين إيه، وعارفة أنت تقدر تعمل إيه. ما تضايقنيش بقى. هتدفعي كام؟ 50,000 جنيه. كويس. 50,000 جنيه في مشروع هتكسبي من وراه ملايين. خلاص شوف انت عايز كام وانا تحت امرك. انا ممكن ما اخدش فلوس خالص. انا هعتبر نفسي ما سمعتش ولا كلمه من اللي انت قلتها، وده علشان مصلحتك. واضح انك ما تعرفش انت بتتكلم مع مين. معاك رقم تليفوني، شوف انت عايز كام وتكلمني بالكتير الصبح. اوكي انا طالعه راجعه على طول. شكرا يا يحيى ان انتوا جيتوا. انا عارفه الظروف اللي انتوا فيها عامله ازاي. كان لازم نيجي يا سلمى، دي اقل حاجه نقدمها للاستاذ طاهر. انا عارف انتوا بتفكروا في ايه دلوقتي، ان انا السبب في اللي حصل ده. ملوش لازمه الكلام اللي انت بتقوله ده خالص يا يحيى. لا لازم نتكلم ونتواجه ولازم نتحرك. احنا لو سيبنا نفسنا للحزن اللي عملوا فينا كده هيهربوا بعملته. احنا وانتوا راح مننا الغالي، بس مش هنقضي عمرنا واحنا قاعدين نبكي عليهم، لان كل دقيقه هنضيعها في البكا اللي عمل فينا كده هيبعد اكتر واكتر. انا مش فاهمه انت محتاج مني ايه. محتاج تساعديني. احنا كده خلاص بقينا غصب عننا في مركب واحدة، اللي عمل فينا كده شخص واحد، واحنا لازم نوصل له بسرعة. أستاذ طاهر قبل ما يكلمني كان في الدار، تقريبا كان بيظبط الفيديو اللي كان هيديهولي. أنا محتاج أروح الدار بكرة ضروري. أيوة بس البوليس كان هناك، حققوا ما لقوش حاجة خالص. لا معلش، أنا عايز أروح وأدور أنا بنفسي. حاضر، هعملك اللي أنت عايزه. هنبقى نرتبها في التليفون، اتفقنا؟ اتفقنا. البقاء لله. ونعم بالله. بكون الله. نعم بالحمد. خلي بالك من نفسك. يلا عيد. بقال الله سامي. عمر ونعم بالله. أنا أسفة ما لحقتش أرد عليك. لا ولا يهمك، أنا مقدر الظروف. وكان نفسي والله أكون جنبك من بدري، بس للأسف عرفت متأخر. من ساعتها انا مش عارف اعمل ايه ومش فاهم ده حصل ازاي اصلا. الله يرحمه. انا لازم ارجع العزاء. سلمى. نعم. انا عارف ان الظرف مش مناسب، بس احنا لازم نقعد نتكلم، في كلام كتير جدا. عمر انت محدش بلغك باللي حصل وانت في السجن؟ ايه اللي حصل وانا في السجن؟ انا كسبت قضيه الخلع، احنا اتطلقنا خلاص. ازاي ما تقوليش حاجه زي كده يا حبيبي؟ انا اللي ترجيت المامور ما يقولكش، علشان عارفه خبر زي ده كان ممكن يعمل فيك ايه وانت في السجن. طب ما انا خرجت من السجن بقى لي يومين، مستنيه تحبس تاني عشان اعرف. يا حبيبي انت شايف الظروف اللي انت خرجت فيها كانت عامله ازاي، وانت فيك اللي مكفيك. انا كنت مستنيه تهدى شويه واكيد كنت هقولك. يعني ازاي سلمى بدل ما تقف معايا ترفع على قضيه خلع؟ يعني بدل ما تسندني في اللي انا فيه تستغله ضدي؟ ما تضحكش على نفسك يا عمر، سلمى كانت رافعه قضيه الخلع قبل ما انت تدخل السجن، وعلى فكره المحامي اللي كان بيترافع في قضيتك هي اللي جايباه مش احنا. يعني هي كانت واقفه جنبك. وبعدين خلاص العشره اللي ما بينك وما بينها خلصت، انت بس اللي عايش في الوهم. انا مش عارفه ازاي. اهدى يا عمر.
ايه يا حبيبي؟ تعالى ننسى اللي فات وتبتدي صفحة جديدة. انت دخلت السجن ظلم وكل الدنيا عارفة كده. ما لقيتش اي اثر للفيديوهات في الدار، ده حتى البنت اللي قصت له الفيديو ما خلاهاش تبص عليه، جاب لها الدقيقة اللي عايز يقصها بالظبط وخلاها تقصها. اللي انا مش قادر افهمه يا باشا، ايه مهم قوي في حياة واحد زي طاهر عايز يخفيه كده؟ ده بكده عرض نفسه لتهمة اخفاء ادلة. كل اللي اعرفه عن الراجل ده انه ناشط سياسي معارض، مش منتمي لاي حزب او جماعة، عنده دار نشر بيعمل فيها ندوات بيعرض فيها اي حاجة، ده بيعرض الرئيس ذات نفسه، يعني ما بيخافش من اي حاجة. ازاي الراجل ما بيخافش من اي حاجة ده فجأة يخاف ويخبي علينا حاجات مهمة زي دي؟ نتيجة البصمات طلعت مفيش فيها اي حاجة. العيال دي محترفين زي ما قال يحيى بالظبط، الاولين ينفذ والتاني كان بيأمن والتالت كان قاعد في العربية لأي طوارئ. حسين، القضية دي عمالة تتعقد اكتر واكتر، لولا طاهر الزفت ده كان زمان في ايدينا دلوقتي طرف في خيط القضية دي. اه عملت لي ايه في تحريات طارق الجمل؟ الرائد جمال ماسك التحريات وهيسلمنا ملفه بكره ان شاء الله. الرائد مين؟ الرائد جمال يا باشا. جمال مين؟ وانا ملوش في الجمال؟ وانت بتعمل ايه؟ شغال مذيع داخلي بتعلق على التحريات؟ روح شوف شغلك يلا. يلا. اتفضل. ايه ده؟ الهدايا اللي انت جبتها لي في عيد ميلادي. ايوه مالها يعني؟ باظت ولا عايزه تبدليها؟ مش فاهم. انا سالت عليها ولقيتها ب 30,000 جنيه. لا 27,000 ونص. بس برضه مش فاهم مالها. انا مستحيل اخد الهديه دي. انا مش عارفه في عيد ميلادك ممكن اجيب لك ايه. يا ستي ما تشغليش بالك، ابقى هاتي لي اي ساعه من عند الناس اللي فرشين في الشارع دول، وهتبقى حاجه جديده عليا برضه. بهزر معاكي، والله العظيم هتبسطني. شهاب لو سمحت خد الساعه وريحني. هي ما قفش عليكي؟ اه هي من ساعه ما عرفت الموضوع ده وهي عماله تلقحلي كلام ملوش اي لازمه. خد الساعه وريحني بقى. انا قلت كده برضه. طب ما تلبسهاش هنا. خد الساعه وريحني لو سمحت. ليه ريحك؟ هنتغدي معايا النهارده. عندي شغل. استناكي. خليها يوم تاني. دي مدام نهت سنه السكينه على الاخر. اه بالظبط كده. طيب انا همشي. مش هتخش لها؟ لا خلاص، كنت جاي اخد فلوس وانتي قضيت الغرض خلاص. خلاك عالي قوي الصراحه. اللي تغلبه العبه يا قمر. بتقول اي كلام. اركب. مش انت؟ مش عايز كلام كتير، اركب. ايوه بس ما تخافش هرجعك تاني. يلا يلا اركب. يلا تعال وراي. ايه دلوقتي يا عيتي؟ احسن. بس انا سمعت من غادة انك لا بتاكلي ولا بتشربي ولا بتكلمي حد وبتفضلي قاعده ساكته طول النهار، وده مش كويس ابدا. وبعدين يا حبيبتي لاحظي ان انا ماليش حد في الدنيا غيرك دلوقتي. انا عايزه اجي معاك شرم يا جدو. مش انت راجع الفندق بتاعك؟ خدني معاك. ايوه راجع، بس اختك ازاي؟ طب والدراسه بتاعتك؟ انا كده كده مش بروح. بليز يا جدو. ايوه بس انا مش رايح لسه دلوقتي، شويه كده وهروح. ليه قولي لي، هي غدا مضايقاكي في حاجه؟ مش عارفه انا اللي مش مظبوطه ولا هي اللي غريبه؟ معلش، هي غدا مرت بحاجات ممكن تخليها متغيره شويه. قولي لي، هو يحيى فين؟ نزل. بابي بيصحى من النوم وينزل ويرجع بالليل متأخر قوي.
ايه بيروح الشغل؟ لا بينزل يدور مع البوليس. اه حاول تكلمه يا جدو يبعد عن اللي بيعمله ده ويسيبه للبوليس، انا خايف عليه قوي، ده حتى انكل طاهر اتقتل. ايوه عرفت. والله يا حبيبتي انا ما بقيت عارف انا موجود فين دلوقتي، مش عارف يعني موجود في صفحه حوادث، في الاول قنبله وبعد كده حد يتقتل وقبل كده. على العموم حاول. حاضر يا حبيبتي. ميرسي يا جدو. برضه ما شربتش قهوه؟ عارف يعني ايه ضابط امن وطن يعمل لك قهوه بايده؟ ما تشربهاش. انا عايز افهم سيادتك جايبني هنا ليه؟ مفيش، هندردش شويه. سيادتك واخدني من تحت البيت، يعني بدل المشوار ده كله كنت طلعت البيت عندي وعملت لك قهوه مظبوطه برضه. لا يا سيدي، انا جايبك هنا عشان رجليك هتاخد على المكان، فبعرفهولك يعني. سيادتك عارف ان انا ما بتهددش؟ واكيد سيادتك اتحرت عني كويس قوي وعرفت انا مين ومين ورايا. عرفت. كلهم حرس قديم. قديم في الاول وفي الاخر حرس يا باشا. يعني السلاح ما بيفرقش ايده. وسيادتك سيد اللي عارفين عن الحرس. واضح انك مذاكرني كويس قوي وعارف ان انا ويحيى كنا حرسات سوا. ادي معلومه جديده بقى. انا كل معلوماتي يا باشا ان حماك الوزير السابق كمال برياشط. مش ده حرس قديم برضه ولا ايه؟ برافو عليك بجد، ابهرتني. بس الابهار ده خطر عليك. لا يا باشا، سيادتك مش مقصود بالمعلومه دي خالص، انا بس مهتم باي علاقه مرتبط بيها يحيى. اصل احنا الفتره الجايه هنبقى شركاء، فلازم اعرف كل تفصيلة عن شريكي. يحيى مش هيشاركك وانت عارف كده كويس. مفيش حاجة بتتعمل بالسهل يا باشا، في الآخر يعرف إن مصلحته معايا وهيوافق. لو معرفش باشا، أنا ماليش دعوة بموضوع يحيى ده خالص. بص أنا هجيب لك من الآخر، يحيى اتهمك بشكل رسمي. يبقى أكيد يا باشا اتجنن. طبعا اتجنن. حسنا لما يفوق من صدمته ويعرف ان راجل كويس. ابعد عن يحيى اليومين دول، عشان زي ما انت بتقول هو تحت تأثير الصدمة وممكن يأذيك في اي لحظة. ابعد ابعد. سيادتك جايبني عشان تحذرني من يحيى ولا تحمي يحيى مني؟ ده على اساس ان انا حازي اصلا. لا خالص، انا جايبك هنا عشان نتعرف على بعض مش اكتر. باشا انا ممكن امشي. تمشي؟ تمشي فين يا راجل؟ معقوله؟ والقهوه؟ ها؟ بقى قهوه بس شويه قهوه. لا معلش يا باشا، القهوه بتبقى تقيله عليا شويه. ممكن اطلب من سيادتك طلب تسلمني كتير قوي على حماك الوزير السابق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مساء الخير يا يحيى. عايز ايه يا طارق؟ عايز اشوفك ضروري، في موضوع مهم لازم نتكلم فيه. انت معايا يا يحيى؟ تعالى لي على الفيلا، هستناك هناك كمان ساعة. أنا متأكد إنك عارف المكان. أيوة يا ممدوح، أنت مش عارف أنا مع مين؟
لا استنى استنى، هي اللي هتقول. خد معاك اهي. استاذ ممدوح، ازاي حضرتك؟ ناهد، انت ما تعرفش ان انا ومدام معرفه قديمه ولا ايه؟ عيب الحركات دي يا ناهد. خالص، كنا بنتكلم وجبنا في سيرتك، فقلت لازم اسلم عليك بنفسي. انا هاخد 150. حلو، يبقى لازم هنتقابل قريب. مبسوط ان انا بسمع صوتك. اوكي، باي. أنا وافقت إني أجي هنا وقابلك مع إني مش عارف إيه السبب. وأنا سألتك أنت عايز تقابلني ليه؟ يحيى، أنت بتعمل معايا كده ليه؟ بتشوشر عليا كده ليه؟ أنت أكتر واحد في الدنيا عارف إن اليوم كنا أعمل كده، ولو أنت شاكك فيا 1% ما كنتش هتيجي تقابلني لوحدك. مش يمكن أقتلك؟ ما انا مجرم بقى. وتفتكر ان انا اخاف من واحد زيك؟ ما تطلعني من دماغك بقى يا اخي، وانسى اللي حصل زمان زي ما نسيته. احنا دلوقتي بقينا نشتغل مع بعض في سوق واحد. انت ازاي بتطلب مني اني انسى اللي انت نفسك ما بتنساهوش؟ انا عارفك كويس يا طارق. لو انت عارفني كويس تبقى متأكد ان اليوم كان اعمل كده ابدا. انا يا اخي بقى اللي ما بقيتش فاهمك خالص. يا اخي انا حاسس انك ممكن فعلا تقتلني دلوقتي. لو اتأكدت انك ورا اللي حصل ده اوعدك ان انا هقتلك. يحيى، انا ما قتلتش مراتك ولا ابنك. لازم تبقى متاكد من كده كويس. فلنفرض ان انا حتى عملت كده، عندك دليل واحد اني عملت كده او ان انا ورا اللي حصل؟ انت ذكي يا طارق، بس زباله. أنا بني آدم يا حيان، بني آدم وعايز أنجح. ماليش دعوة بالامتحان وما حبوش. الامتحان بيعطل وبيعمي زي ما أنت معمي دلوقتي. بس أنا متأكد إنك لما تقعد مع نفسك هتكتشف إنك غلطان. غلطان في اللي بتعمله دلوقتي، غلطان في اللي عملته فيا زمان. البقاء لله. ايوه يا يحيى،
دي عربيتك اللي بتبعد دي؟ اه شايفاك. هو انت اللي جابك بالليل كده؟ اوكي، لسه ما كنتوش لميتوا حاجاتكم من البيت؟ الله يكون في عونك. انا كلمت استاذ عبد العليم، هو مستنينا بكره في الدار. خلاص ماشي، هستناك. سلم لي على ايدي. خد بالك انت من نفسك. كم واحد يا سلمى؟ مش عارفة، أنا خايفة على مامي، هي قاعدة لوحدها في أوضتها. لا لا ما تقلقيش، طالما ما سمعتيش صوتها يبقى ما حصلهاش حاجة. ما هو ممكن يكون دخل عندها. سلمى ما تتكلميش، خلي التليفون مفتوح، ما تتكلميش. ماشي، بس أنا خايفة قوي. ما تخافيش يا سلمى، أنا جايلك في السكة. بسرعة طيب، بسرعة. سلمى سلمى